حشر امين عذاب الدين امين عذاب الدارين امين عذاب اليوم القيامه اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والاخره اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين.